جماعة اليوتيوب فيديو كتير مهم، صار لي بستنى أسبوع إني أصوره. موضوع هذا الفيديو زي ما حكيت للتيك توك هو عن بعض الأهل اللي يمكن هم بتسببوا في بعض الضرر لأولادهم، أو حتى لدرجة إنه ممكن أولادهم عم بيفشلوا بسبب هدول الأهل. فبدي أطلب منكم يا أما إذا بتحضروني على التيك توك أو إذا بتحضروني على اليوتيوب حسيتوا هذا الفيديو مهم ممكن شخص بتعرفوه يحتاجه، رجاء ابعتوا لهم اياه، لانه فعلا 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 انا تعبت من هذا الموضوع. تعبت من اني اسمع انه الاهل بيقارنوا اولادهم كثير، بيقارنوا اولادهم في الجيران، بيقارنوا اولادهم في القرايب، بيقارنوا اولادهم بين بعض. في يعني عن جد تعبت انا من الاهل اللي فيش عندهم ثقه بينهم وبين اولادهم، ما في ثقه. ابنهم او بنتهم بيجوا بدهم يجربوا اشي، الاهل بيمسكوهم لورا، يعني بداعي انهم عم بيحاولوا يحموهم، بداعي انهم عم بيحاولوا يخلوهم بامان. تعبت من الاهل اللي بحطوا ضغوطات على اولادهم وبناتهم بدون اي سبب. يعني شغلات كثيره، شغلات كثيره. انا فهاي رسالتي لك كاب او ام، بعرف انك بتحب ابنك وبنتك، بعرف هذا ما في شك، بس هل انت سبب في بعض الشغلات اللي ابنك او بنتك عم بيعانوا منها؟ هل انت سبب بكلامك الجارح بضرر لابنك او بنتك؟ بدي اياكم تفكروا منيح. وبعرف انا، بعرف انا بالنسبه لكم شخص بس بالسوشيال ميديا، بس انا ليش عم بوجه لكم هاي الرساله؟ لانه اولادكم وبناتكم عم بيتجهوا لي انا عشان يساعدوني. يعني اولادكم وبناتكم في كتير مرات مستعدين يحكوا معاي ويفضفضوا لي، وعن جد يحكوا لي يعني تفاصيل عن حياتهم وعن مشاكلهم، وبيخافوا انهم يحكوا معاكم، بيخافوا انهم يفتحوا هذا المجال، بيخافوا انهم يوثقوا فيكم. فهل هذا بالنسبة لكم انتم كأهل اشي طبيعي؟ هل انتم حاسين انه فعلا بدكم هاي العلاقة تكون هيك بينكم وبين اولادكم وبناتكم؟ انهم مستعدين يجوا لواحد غريب زيي ويطلبوا منه المساعدة؟ انا مستعد اساعد، انا مستعد اساعد اي حدا بيسألني سؤال سواء على اللايف او سواء على الدايركت، انا مستعد اساعد. بس بنفس الوقت دور الام ودور الاب في البيت ما بتعوض. المشاكل اللي بتصير بين الام والاب بتاثر على طول على الاولاد، الخناقات بين الام والاب. طبعا ما في عيله مثاليه، ما في ام واب ما بتخانقوا، بس في ام واب بيحاولوا انه هاي الخناقات هاي المشاكل ما تاثر على اولادهم وبناتهم. في ام واب مهما صار لسه واقفين جنب اولادهم وبناتهم، ما بتخلوا عنهم. في امهات واباء للاسف تجيني مسجات عم بحاولوا يمسكوا يردعوا اولادهم انهم يحققوا احلامهم، وحتى لو الحلم اشي بسيط اللي هو مجرد انه بس بده يختار التخصص اللي بده اياه. ما بفهم انا هاي الشغلات هاي ليه، يعني شو المنطق من الموضوع؟ ابنك او بنتك بده يدخل تخصص، ويا ريت تخصص انه من التخصصات اللي الناس ممكن تعتبرها انها سخيفه. تجيني مثلا بنت بدها تدخل هندسه طيران، اهلها مانعينها. بيجيني شاب مثلا حابب يدرس اشي هندسه معينه، اهله مانعينه. طب ليش؟ شو الهدف من ورا الشغله هاي؟ نفترض اوكي انت عندك خبره، انت عندك خبره اكثر من اولادك وبناتك، في اشي غلط من ان الواحد يجرب؟ هذا مستقبل اولادكم وبناتكم. اللي انتم عم تعملوه حيأثر على الجيل الجاي، الجيل الصاعد. للاسف اللي انتم عم تعملوه عم بيخلي الجيل اللي عم بيطلع عنده مشاكل كتير، عنده مشاكل بالثقه، بالثقه معكم كاهل، بالثقه مع الناس، لانه اذا هو مش واثق من اهله مع مين بده يوثق؟ مع مين بده يوثق؟ الثقه وين بدها تكون؟ اذا هو حس حاله متدمر منكم مع مين بده يوثق؟ عندهم مشاكل بالثقة مع نفسهم، الولد بطل قادر يتصرف لحاله، الولد والبنت خلص ثقتهم بالأرض ممسوحة. لازم أحكي معهم وأعطيهم نصائح ومرة ومرتين، وأنا ما عندي مشكلة زي ما حكيت، ما عندي مشكلة بهذا الإشي، بس إشي مؤسف، مؤسف من هم عمرهم صغير ليصيروا كبار. أنا على فكرة بيجوني ناس عمرهم بالثلاثينات، ناس بتشتغل، بيجوني ناس متزوجين عندهم مشاكل. طبعا كل شخص له مشاكله الخاصة، بس انه هذا جزء كبير منه، جزء كبير منه بالبيت. والحلو في الحياة انه ما في اشي انه خلص لا. ممكن انتو هلأ بعد الفيديو هذا، بعد ما تسكروا الفيديو هذا، تحطوا التليفون على جنب وتتناقشوا كيف انتو غلطتوا في حق اولادكم، وتتناقشوا وتعرفوا كيف ممكن انتو تصححوا هذا الخطأ، لانه هيك زاد الوضع عن حده. مش ملحق مسجات، والمشكلة انه جزء كبير، انا بقول لكم الاساس، اساس هاي المسجات الاشياء اللي بتصير في البيت، الاشياء اللي بدون محاولة الاهل بدون ما يحاولوا يسمعوا، بدون ما يحاولوا يشوفوا وجهة نظر اولادهم، على طول بيسكروا عليهم الباب. لا مستحيل، ممنوع. وانا ما بعرف، مش فاهم هذا الاشي، ما بعرف ليش.
وهي ومش مشكلة فلوس ومش مشكلة إمكانية. يعني الأهل عندهم فلوس، أنا بعرف هذا الشيء، مبين هذا الشيء، والأولاد عندهم الإمكانية، بس هي مسألة جكر أو مسألة ما بعرف، مسألة إنه هل أنتم مثلا جد يعني عن جد أنتم مثلا تفكيركم لورا، مش حابين تفكروا هلا، مش حابين تجربوا شيء جديد مع أولادكم، حياتهم هاي حياتهم، هذا بأثر على مستقبلهم. فجد فعن جد أنا عن جد يعني جد أي حدا هون حاسس إنه هذا الإشي بيأثر عليه أو بيأثر على إخوانه، بيأثر على أصحابه، على قرايبه، يبعثوا هذا الفيديو لهم. إذا أنت عم تحضر هذا الإشي وحاسس إنه هذا بينطبق لحدا بتعرفه، أبوك، أمك، أب، حدا بتعرف، ابعث هذا الفيديو وريهم إياه، لأنه لازم الواحد يكون في بينه وبين هذا الكلام صدق. ورسالة لكل الأهالي، ما تعصبوا على أولادكم إذا بروكم هذا الفيديو، أولادكم بحبوكم زي ما أنتم بتحبوا أولادكم، بس مجرد إنه ابنك بعت لك هذا الفيديو مش معناته إنه ما بحبك، مش معناته إنه أنت مقصر كأب أو أم، لا، ما بدي إياكم توصلكم هاي الفكرة. أنا الطريقة اللي بحكي فيها شوي منفعلة، لأنه فعلاً هذا الموضوع بيزعجني، وهذا الموضوع أنا بهتم فيه، لأنه إحنا هدول هم الشباب، هدول هم المستقبل، هدول اللي هم حيرفعوا روسنا وروس بلادنا وروس ديننا، هم هدول اللي حيبنوا المستقبل عنا. فإذا هدول تدمروا على مين إحنا حنعتمد؟ بس أنتوا تتقاعدوا، بس أنا أتقاعد، بس إحنا نمرض، على مين نعتمد؟ على ناس مش واثقين من حالهم؟ على ناس مش دارسين اللي هم بدهم إياه؟ على ناس مش قادرين يوثقوا بعائلتهم؟ لا، بدنا نعتمد على ناس أهل ثقة، نعتمد على ناس اللي هم فعلا حاسين انه انا ممكن احقق اللي في بالي، على ناس حابين يمشوا على الطريق اللي هم باتجاه احلامهم. ويا ريت الحلم بيكون بتعارض مع الدين، بتعارض مع الاخلاق، بتعارض مع المبادئ، لا، الحلم اشي عادي. يا ريت كلمة بحبك تطلع منك انت كأب او ام. اولادكم وبناتكم بدهم شوية حنان، ولو حتى صاروا كبار، ما تقولوا لي انه صاروا كبار، بقولكم اولادكم وبناتكم شو ما كان عمر الام، سوري، شو ما كان عمر الولد او البنت، حتى لو صاروا بالعشرينات، حتى لو تزوجوا، وروهم شويه حنان، بالذات اذا مثلا انتم حاسين بالسنوات الماضيه انتم كنتوا غايبين، ما وريتوهم اي نوع من الحنان، ما وريتوهم اي نوع من الدعم. انتم كام وكاب دوركم في البيت ما بتعوض. انا مهما سويت انا مش ابو ولا ام هذول الناس اللي ببعثوا لي مسجات، انا مهما سويت انا مش عايش ببيوت الناس اللي هم ببعثوا لي مسجات، انا مهما سويت ومهما عملت ما ححقق أهداف هدول الناس. فرجاء رجاء الأمهات والآباء، بس خلصوا هذا الفيديو، حطوا تليفون على جانب، وبدي إياكم تراجعوا حالكم بكل صدق بكل أمانة، طلعوا على حالكم في المراية واحكوا إحنا كيف قصرنا مع أولادنا وبناتنا، ما مش من الناحية المادية، أنتم ما عم تقصروا من الناحية المادية، الناحية المادية طريقة سهلة لكم عشان تحسوا حالكم إنكم عم تبذلوا مجهود كأهل. لا انا بقدر هذا الاشي، اكيد انتم بتتعبوا كثير بالشغل عشان توفروا لاولادكم الرفاهيه والايبادز والايفونز، بس مش هيك الحياه. ابنك وبنتك عندهم احلام بتتفوق هذا الاشي، عندهم طموحات بتتفوق هذا الاشي. يعني تخيلوا في ناس بيحاولوا يطلعوا يعملوا رجيم، بيحاولوا يلعبوا رياضه واهلهم بمنعوهم. طب انا مش فاهم هذا المنطق. ابنك وبنتك عم بيحاولوا يعملوا تغيير ايجابي في حياتهم وانتم الصد الاول. طب كيف انا كل مره بطلع فيديو عن التاثير السلبي، عدد الكومنتات اللي بتيجي عن الناس اللي بتشكي انه التأثير السلبي هذا بيكون من البيت، اشي بيحزن، اشي بيحزن يا جماعة، ما بيصير. لازم احنا البيت يكون هو الاساس، هو المكان اللي حدا اذا بده حدا اشي ايجابي، اذا بده حدا يحس بايجابية، يحس بطاقة، يحس انه ممكن في حدا هناك يسانده يدعمه، البيت هو المفروض يكون هذا المحل. البيت مش مفروض هو اول محل يدمرك، مفروض هو يكون المحل اللي شو ما صار بحياتك ترجع له، ويكون الام والاب موجودين عشان يساعدوك يدعموك. اهم اشي يدعموك من هون، من قلبهم، يدعموك بلسانهم. اذا لسانك انت كام او كاب جارح، ابنك وين بده يروح في حاله؟ اذا طول ما هو كبر، طول ما هو من هو صغير لكبر مش شايف ولا عارف منك كلمة حلوة، كيف بده يكبر؟ حيكون بني ادم مجروح، حيكون بني ادم فيه فراغ، فراغ العاطفة اللي بتيجي من الاب والام ما بتتعوض. وللأسف اللي انتم بتعملوه والمشاكل الفراغات في البيت بنتج منها شغلات كثيره. اولادكم وبناتكم عشان ما بيشوفوا منكم حنان وما بيشوفوا منكم دعم في البيت بتجهوا للشوارع، للاصحاب اللي انتم تكرهوهم، هذول اولادكم وبناتكم صاحبينهم عشانكم. العادات اللي بتكرهوهم في اولادكم وبناتكم بسببكم. اي شيء سيء اعرفوا انه هذا اساس البيت، اساس التربايه. يعني سامحوني، انا جد بحاول اني امسك حالي واحاول احكي بالفاظ محترم ومؤدبة، بس المسجات اللي بتجيني ما بقدر اشاركها انا هون ولا هون
لانه انا بكون بتعدى على خصوصيه الناس، وبكون عن جد ناس كثير بتترجاني محمد بليز لو جاوبت على هذا السؤال لا تطلع المسج ولا تطلع اسمي. فانا بحاول احترم خصوصيه الناس اللي بتبعت لي مسجات، بس صدقوني المسجات اللي بتوصلني مسجات بتحزن، مسجات ما بتستحمل اني انا احاول اني اخفف من كلماتي عشان اني خايف انها تجرح بعض يعني بعض الاهالي. سامحوني وبعرف انكم تتعبوا، بعرف مره ثانيه بعرف انكم بتحبوا اولادكم، هذا ما في نقاش، بس لازم اكون صريح ولازم اكون صادق في هذا الشيء، لانه في فراغات في البيوت، واحنا كشعب عربي اكثر من اي شعب ثاني احنا مفروض نكون اقرب ناس على بعض. ما بيهمني انت من اي بلد ولا انت من اي بلد، ما بيهمني الاب والام شو دينهم شو جنسيتهم، احنا ناس عرب بالاخير، ناس عرب معروفين انه احنا متقاربين مع بعض، البيت هو الاساس، البيت هو المصدر. اذا البيت فيه خلل كل شيء ثاني في حياه الولد والبنت حيخرب، واذا البيت موجود، اذا البيت قوي، اذا البيت بدعم، اذا البيت بيوري حنان، اذا البيت مستعد يكفرك حتى لو انت فشلت، هون الحياه بتكون مختلفه. يا امهات يا اباء التنين، ما بعرف اذا واحد من الاطراف، اذا يمكن الام والله حابه تدعم بس شايف انه الاب مش عم بدعم، وريه هذا الفيديو. اذا الاب حابب يدعم وحابب هذا بس حاسس انه الام واقفه بطريقه، وريها هذا الفيديو، لازم هذا الفيديو ينشاف، هذا الفيديو لازم ينشاف، مش مزحه، فعلا فعلا كلام. وانا ما ببالغ، شوفوا فيديوهات الماضي انا ما ببالغ، ما انفعلت انا بالفيديوهات زي ما انفعلت بهذا الفيديو، لانه فعلا هذا الموضوع مهم، لانه فعلا هذا الموضوع انا كشخص بلشت ازعل على الناس اللي بتبعت لي مسجات، الناس مش راضي توثق فيكم كاهل. طب شو مش قادر اعبر عن حالي، اذا انتم كاهل مش قادرين تكسبوا ثقه اولادكم، مين اللي حيكسبها الثقه؟ الولد بيطلع في عنده خلل كبير بحياته، ما عم بيعرف يعبر عن حاله، مشاعره كلها متلخبطه، عم بتجهل الاشياء الغلط. طلعوا على مجتمعنا كيف صار، احنا عم نطلع على المجتمعات الغربيه انها احسن منا، لا، المجتمعات الغربيه بس عرفت قيمه الام والاب تفوقوا علينا، بس عرفوا قيمه الدار لما يكون راكز ولما يكون اساس منيح بتفوقوا علينا، طول عمرنا احسن منهم، ما في شيء بيميزهم عنا، بس كل ما احنا طلعنا عليهم وحاولنا احنا بس من برا نقلدهم انه اجدد تليفونات واجدد اواعي واجدد واجدد واجدد، هيك احنا بنكون خسرنا. لما احنا نرجع للاساس اللي هو الام والاب فعلا اساسهم اولادهم وتربيتهم وفعلا مصلحتهم وفعلا دعمهم وفعلا انه احنا نشجعهم احلامهم وما نقارنهم في بعض، ما نقارنهم في بعض وما نعمل اي شيء بيجرحهم ولو انه كان مزاح. بطلع انا فيديوهات عن المزح الثقيل، تخيلوا معظم الكومنتات انه طب لو ابوي بمزح، لو امي بتمزح، لو عيلتي بتمزح، شو هذا؟ إشي بزعل، إشي بحزن، يعني بكون بطلع الفيديو مجرد دعابة بترجع الكومنتات بتحزن، لأنه الناس فعلا بدها تفضفض، الناس بتحكي، بس طبعا طبعا مش راح يكون، ما راح يحكوا لكم هذا الإشي لأنهم بخافوا منكم، وهذا الإشي مش مزبوط. مفروض الولد إذا بدأ يقول لك يابا لو سمحت بعد إذنك والله جرحتني خليني نمزح بإشي تاني، مفروض أنت لو حكيت كلمة غلط لابنك يقدر يقول لك يابا صعب شوي، هاي صعبة، حامية كانت، بس ما في، الولد بيسكت وانت بتضلك تحكي كلمة عاطلة وكلمة عاطلة وكلمة عاطلة وكلمة بتجرح وكلمة عاطلة، تدمر الولد، تدمر الولد، ما فيه شيء. وانا ممكن عن جد صدقوني انا اذا بدي ممكن احكي، هي صار لي 13 دقيقة بحكي، ممكن اكمل، بس ارجو انه وصلت النقطة، ارجو انه كل ام واب يتطلعوا على حالهم في المراية هلا بس تخلص الفيديو، لا تحكي بكرة، لا تحكي بس اخلص شغل، ما تحكي لي بس اخلص شغل، الشغل مش مهم، بدي اياك انت بعد 20 سنة تشوف الشغل قديش فادك لما ابنك تلاقيه في الشوارع مرمي، لا له هدف ولا له قيمه ولا فيه ثقه. وريني شغلك شو سوى، وريني الفلوس، وريني الايفون اللي بيجيب له اياه كل سنه، هاي الشغلات مهمه. صح الولد بده اكل، بده بيت يعيش فيه، بس بده اب، بده ام يكونوا في الدار. الامهات اللي بتزت اولادها مع الشغاله، ما بقدر، انا مش ضد انه الام تشتغل، لا انا بحب الام تشتغل، وانا ورا انه الام تحقق اهدافها وطموحاتها واحلامها، بس الابن والبنت انه يتركوا مع الشغاله معظم اليوم، سامحوني هذا غير مقبول ابدا. هذا هو يعني هاي وصفة الدمار لمجتمعنا، وصفة الدمار احنا، لا احنا كعرب هيك احنا بنتدمر، هيك احنا بنخسر. فيشي ما تحكوا لي انا مشغول شو اساوي، ما بعرف، دبريها، ابنك وبنتك تطلب مني انا اساعدك، ابنك وبنتك، اذا انت ما بدك مصلحتهم مين بده مصلحتهم؟ انا لو اعطيتهم 100 نصيحة، اذا امه مش موجودة بدي احكي معها، اذا امه مش موجودة توريه شوية حنان، انا شو بدي اساوي؟ اذا ابوه مش موجود شو بده يساوي؟ حتى لو الفترات اللي انتم موجودين في البيت، حتى لو الفترات اللي موجودين انتم فيها في البيت قليله، استغلوها، قضوا فيها وقت مع اولادكم. قديش انتم بتعرفوا عن اولادكم؟ شو مواهبهم؟
شو احلامهم، شو طموحاتهم، شو الشغلات اللي بحبوا يسووها باوقات فراغهم، بتعرفوا اشي ولا بس بتسكتوهم انتم، بتعطوهم تليفون وخلاص، بتعطوهم ايباد وخلاص؟ بتعرفوا هالاسئله انتم ولا لا؟ عن جد بتعرفوا اولادكم ولا لا؟ عن جد بتحبوا اولادكم ولا لا؟ الحب مره ثانيه مش بس بالشغلات اللي بتعطوهم اياها عشان يسكتوها، مش بس بالمصروف، مش بس بالتليفونات، مش بس بالسيارات، مش بس بالطلعات. انت لما تقعد مع ابنك وبتحكي معاه بس لانك بتستمتع تحكي معاه، لما تطلع مع بنتك عشان تستمتع انت تطلع مع بنتك، تقعدوا مع بعض عشان فعلا تتعرفوا على بعض احسن. انا بعرف بعض من اولادكم احسن منكم. انا شخص غريب، شخص بنزل فيديوهات، وابنك وبنتك بعد ما شافوا مقاطع من فيديوهاتي، انا ما عندي فيديو واحد على التيك توك بتجاوز الدقيقه، ويمكن بعد كم مقطع بيجيني ابنك او بنتك، والله عجبوني فيديوهاتك، انا حاسس انك شخص ممكن اوثق فيه، سامحني انا حافتح حاحكي معك بموضوع يا ريت بس ما تشاركه بحدا، وببدا اهلي كذا كذا، امي كذا كذا، ابوي كذا كذا كذا. فرجاء رجاء رجاء انا حوقف الفيديو هون لانه هيك كثير صار طويل. رجاء رجاء لازم احنا نتصرف، لازم احنا كل واحد فينا زي ما قلت لكم يبعثوا هذا الفيديو لكل حدا بتعرفوه، لازم كل ام واب بيحضر هذا الفيديو بس يخلصوا يقعدوا شوي يعتذروا على طول لاولادهم. لازم انتوا تمنوا، لا تستنى في ابنك وبنتك، انت كاب وام المسؤوليه عليك، لا تستنى في ابنك او بنتك يجي يشكو لك، لا انت روح اعتذر، احكوا لهم احنا اسفين قصرنا بحقكم، نعطيكم مجال، احنا حابين نبدا صفحه جديده، نفتح صفحه جديده عشان انتوا تقدروا توثقوا فينا، واحنا فعلا نقدر نساعدكم كاهل. شو بتحتاجوا منا؟ وين احنا شغلتنا؟ وين انا غلطت؟ انا بدي اصحح اخطائي. حط كل غرورك وغرورك على جنب كام وكاب، انت مش مثالي ولا 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 قريب عن المثاليه. كل شيء عملته انت انسان، وتعلم من بنتك وابنك انت وين غلطت. صح بدك تكون انت جازم، ما بدك تخليهم يفلتوا، بس بدك تعرف الولد اذا حاسس انك انت ما عم تدعمه ولو معنويا ولو بكلمه حلوه، عود لسانك انك تحكي كلمه حلوه، امدح لما يعمل شيء حلو، وريه انك انت شايف هذا الشيء حلو، لما حابب يجرب شيء جديد تكون انت اول سند انه لا روح جرب، حابب يطلع يغامر خليه يغامر، صح بده يدير باله على حاله بس خليه، الحياه كلها مغامره. أأمل إنه فكرة الفيديو وصلت. لو سمحتوا فكروا في الفيديو منيح، فكروا في الموضوع منيح، ويا رب يا رب أبلش أشوف أنا إن شاء الله النتائج إيجابية. أنا ما بيهمني، بس إحنا كمجتمع بنستفيد على فكرة. هذا الكلام زي ما أنتم شايفين ما بيفيدني ولا إشي، كمحمد أنا ما عم بتضرر، أنا بس عم بزعل على المسجات هاي، بس إحنا كمجتمع عم نتضرر، إحنا كعرب عم نتدمر، إحنا لما نطلع على الغرب وبنشوفه آه واو، إحنا بنتضرر عشان إحنا عم نضر أولادنا. اعمار التدخين على فكره عم تنزل كل سنه وسنه، هاي مش من إشي، من التربايه، من عدم وجود ناس في البيت بتمنع بتحكي لا شو هذا اللي بتسوي، ما في حدا بيحكي بالبيت، ما في، الام والاب برا مش موجودين، لو موجودين ما عم بيطلعوا على اولادهم. بس خلص وصلت الصوره، شكرا كثير، سامحوني اني فعلت، ولكل ام واب انتم بتحبوا اولادكم واولادكم بحبوكم، بس لازم انتم تبادروا في هاي الشغله، ولازم انتم تبداوا وتوروهم انه فعلا انتم بتحبوهم.